بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية في من محاضرات الإدارة الصحية 1 لطلاب سكرتير وسجل الطبي. بدينا مع الفصل الخامس ونستكمل مع بعضنا الفصل الخامس المتعلق بالقانون والأخلاق، المستشفى والقانون والأخلاق. تكلمنا عن الأخلاق، تعريف القانون والأخلاق ومصادر القانون وبعض اللي هو القرارات والزوايا الأخلاقية والغير قانونية والأخلاقية والقانونية والأخلاقية القانونية وغير أخلاقية وإلى آخره. وصلنا للقضايا القانونية، تكلمنا عن قضية الإهمال، وبعدها تكلمنا عن قضية الاعتداء والضرب، وصلنا لنهاية صفحة 42. حنبدأ صفحة 43 اللي هي احتجاز المرضى. صفحة 43 الفصل الخامس، احتجاز المرضى رغما عنهم. من حق المريض أن يأخذ علاجه أو لا، ومن حق المريض أن يدخل المستشفى أو لا. يبقى احتجاز المرضى بشكل عام يعتبر مخالفة قانونية، ومن ضمنها احنا بنشوف عندنا احيانا بيروحوش المريض، بيحتجزوه قبل ما يدفع المستحقات اللي عليه، او قبل ما يجيب تامين صحي، او قبل ما يدفع اللي هو التغطيه، او قبل ما الاستحقاقات اللي من المستشفى او الفاتوره، وهذا غير اخلاقي. يبقى احتجاز المرضى وعدم تخريجهم للضغط عليهم من دفع المستحقات هذا عمل غير اخلاقي. من حق المريض انه يدخل المستشفى، ومن حق المريض انه ما ياخذش العلاج او ياخذ العلاج، لكن يستثنى من ذلك. يبقى احتجاز المرضى بشكل عام رغم عنهم هذا ايش؟ مخالفة قانونية. لكن لا يعتبر مخالفة قانونية ويجب احتجاز المرضى في بعض الحالات، منها مكتوب عندكم في الكتاب صفحة 43 فوق احتجاز الأمراض العقلية. يعني مريض عنده مشكلة أو مرض عقلي أو نفسي، ولو طلع برا ممكن يضر بالناس ويأذيهم، هذا احتجاز لازم يحتجز، واحتجازه اللي هو مخالفة غير مخالفة، يعني احتجازه قانوني. احتجازه ايش؟ قانوني. احتجاز المريض المصاب بمرض عقلي او نفسي، خروجه من المستشفى قد يؤثر او يؤذي الاخرين، يبقى احتجازه ايش؟ قانوني. احتجازه قانوني. احتجاز ذوي الامراض المعدية، المرضى اللي لو طلع برا وممكن يعدي الناس، هذا احتجاز قانوني. يبقى قد احتجاز المرضى المصابين بكوفيد في البيوت يعتبر ايش؟ قانوني. احتجاز المريض المصاب بكوفيد اللي كان يحتجز في بدايه الجائحه، يحتجز المرضى في المستشفيات، هذا يعتبر ايش؟ قانوني. يبقى احتجاز المرضى اللي بعاني من الامراض العقليه والمعدل تضر بالآخرين لا يعتبر مخالفة قانونية. أما احتجاز المرضى لدفع المستحقات اللي عليهم المالية يعتبر مخالفة قانونية. التشهير بالأشخاص، إيش التشهير معناه؟ إنك أنت تعطي الناس فكرة سلبية عن الآخر، يعني تشهر فيه، يعني تشرح فيه زي ما بقول مثل. يبقى تعطي الناس إيش؟ فكرة سلبية عن هذا الشخص، سواء كان التشهير اللفظي بلسانه أو كتابي، كتابة مسيئة لشخص وينتج عنه أذى وأضرار بالشخص المشهر به، التشهير المكتوب، الرسائل تحت كاريكاتير أو صور أو إشارات أو رسومات تسيء إلى أي شخص يعتبر تشهير. واحنا عندنا في ثقافتنا العربية اتهام شخص بارتكاب جريمة، هو ما ارتكب جريمة، هذا تشهير. اتهام شخص انه هو يحب انه عنده مرض معدي، هو ما عنده مرض معدي، ما عندوش لا ايدز ولا حاجة، هذا تشهير. استعمال كلمات والفاظ تؤثر على مهنة شخص، يقول والله الطبيب هذا مش شاطر، بلش يعمل عملية، الممرض هذا بحس عنده ضمير، انت بتشهر فيه.
السكرتير هذا اسلوبه مش كويس، هذا استعمال كلمته والفاظ تؤثر على مهنة شخص آخر أو عمله، يعتبر تشهير التهمة. رابع، فتى تشهير الأطباء، بيجوز له إنه يبلغ الجهات المعنية على الأمراض المعدية والجنسية. الجهات إيش المعنية؟ مش أي واحد يبلغه، يقعد ينشر في الناس ويحكي على الناس ويقول لهم هذا عنده سرطان، وهذا عنده مرض معدي، وهذا عنده إيدز، وهذا عنده سيلان، وعنده زهري. يبقى إيش طبيب له أن يبلغ الجهات المعنية ذات العلاقة بمصلحة المريض وصحته عن المرض اللي بيعاني منه. أي شخص يجب الامتناع عن مشاكل ناقشة حالة المريض مع أي أحد من الغير معني، من غير معنيين، برعاية المريض. دير بالك السطر هذا كويس. يجب الامتناع عن مناقشة حالة المريض مع أي أحد من الغير معنيين برعاية المريض. التدليس، ايش معنى التدليس؟ اللي هو الغش، والغش والكذب المتعمد والمقصود الذي يمكن ان يؤدي الى اذى او خساره بشخص او ممتلكاته. يبقى اي واحد بيكذب بغش، والهدف من الكذب والغش هذا هدفه مقصود مشان يؤذي اخر او يؤدي الى خسارته في ممتلكاته، يعتبر ايش؟ تدليس. كان يدعي طالب ما بان اجراء جراحي معي معين سوف يشفي المريض في الوقت الذي يعرف الطبيب انه ليس كذلك، وهو يعرض للمساءله القانونيه. يعني الطبيب قال له لا، العمليه تمام مضمونه، لكن هو عارف الطبيب انه هذه العمليه ممكن ايش تؤدي او ممكن تقتله او تعرضه لمضاعفات. هذا ايش يعتبر غير قانوني. اختراق سريه تخصصيه المرضى هو تصرف خاطئ يعرض المرتبك للمساءله القانونيه، كافشاء الاسرار او الخوض في الشؤون الشخصيه للمريض. مش بقول لك والله هذا امر شخصي خاص، يبقى افشاء اسرار المرضى او الخوض في الشؤون الشخصيه للمرضى او اخذ الصور للموت المشوهين او المرضى الذين لم يستردوا وعيهم بالكامل. واحنا بنعرف المعلومات المسجله في السجل الطبي السريه لا يجوز كشفها، اذا كشف من المعلومات هذه يعتبر اختراق للسريه والخاصيه. فعندك انت امثله، لو جبتك في سؤال اخذ الصور للموت المشوهين دون اخذ اذن اقاربهم او دون اخذ اذن المريض يعتبر تدليس، اعتداء، اهمال، اختراق للسريه والخصوصيه. اختراق للسريه والخصوصيه، يبقى اختراق السريه والخصوصيه اذا كانت انت اسرار المريض او اكتشفت انت معلومات في سجل المريض لاي شخص غير معني او ليس له علاقه بصحه المريض يعتبر اختراق السريه والخصوصيه. تكلمت عن امر شخصي للمريض قدام الناس، حكيت عن امور شخصيه، بخلفش بخلف او اولاد الى اخره، مرته حردانه، هذه شؤون شخصيه، بهذا اختراق السريه والخصوصيه. اخذ صور للموت المشوهين، هذا اختراق السريه والخصوصيه. اخذ صور للناس المغيبين عنده غيبوبه، هذا ايش؟ اختراق السريه والخصوصيه. كشف معلومات موجوده في السجل لناس غير معنيين، هذا يعتبر اختراق السريه والخصوصيه. الحصول على موافقه المريض، زي ما احنا عارفين قلنا من حق المريض يشارك في اتخاذ القرار المتعلق بصحته، من حقه يوافق على العمليه او ما يوافقش على العمليه. لكن موافقه المريض على العمليه لازم تكون مبنيه على معلومات واضحه ودقيقه حول حاله المريض والبدائل المختلفه للعلاج والاجراءات والمخاطر والمضاعفات واحتمال الوفاة والإعاقة واحتمال النجاح. ويجب التأكد من الحصول على الموافقة الواعية والطبيعية، وهناك الشكلين للموافقة. يبقى الحصول على موافقة المريض، من حق المريض يشارك في اتخاذ القرار المتعلق بصحته، ولازم نأخذ موافقة المريض قبل أي إجراء، وتكون الموافقة مش شيك بس امضوا وخلاص، لا، بدك تقول ليش العملية، طبيعة العملية، نسبة النجاح، نسبة الخطر، المضاعفات، ايش اللي فيه اشياء ثانية غير يعني طرق علاج غير العملية الجراحية، احتمالات الوفاة، احتمالات الإعاقة، هذه بسموها ليش بسموها الموافقة الواعية أو الطوعية، وبتدخل تحت عناصر الموافقة الواعية اللي هتكلم عنها. طب موافقة المريض إلها نوعين، في الموافقة العامة والموافقة الخاصة. الموافقة العامة أي شخص بيجي على المستشفى لازم بنخليه يوقع على اللي هو ايش؟ كونسنت فورم،
انه هذا يصرح بعد طرح صريح للفريق الصحي بعمل ما يلزم له دون ايش ادنى مسؤولية للفريق الصحي. يبقى يتخيل مريض المستشفى حيث يؤخذ توقيع المريض عليها وهي الاجراءات العامة. كل مريض بيدخل المستشفى بمضوء بيمضي على ايش؟ على الكونسنت فورم. لكن في موافقة خاصة بنسميها الموافقة المستنيرة، هذه لبعض الحالات اللي ذات علاقة، مثلا واحد نعمل له عملية مريض بده الله نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم، مريض سرطان بده جهاز كيماوي أو علاج إشعاعي أو علاج نووي، لازم موافقة خاصة. موافقة طيب مريض عنده فشل كلى وبده يعمل غسيل كلوي، لازم تأخذ موافقة المريض بشكل خاص. أصبح الآن اللي بياخذ تطعيم كوفيد برضه ممضي على إيش؟ على موافقة. يبقى الموافقة الخاصة والموقعة على أي إجراء جراحي أو طبي يتجاوز المعالجة الروتينية، يعني غير روتيني، وتستعمل كل الموافقة زي لحماية المستشفى والعاملين. إيش الهدف من هذه الموافقات؟ اللي هو حماية المستشفى والعاملين فيه، ومن حق المريض رفض إعطاء الموافقة والمعالجة في المستشفى. يبقى إيش الهدف من الموافقة العامة والموافقة الخاصة؟ حماية المستشفى والعاملين من الادعاء عليهم من المرضى أو الأهل، والهدف منها إنه أخذ موافقة المريض على قيام الفريق الطبي بعمل ما يلزم له. الموافقة العامة لكل المرضى اللي بيدخلوا المستشفى، لكن الموافقة الخاصة في بعض الحالات زي الإجراءات الجراحية والعلاج الأورام الكيماوي والإشعاعي والنووي وغسيل الكلى وأخذ بعض التطعيمات أو عمل بعض إيش التجارب. عناصر الموافقة الواعية في صفحة 44 في سؤال الامتحان مقالي ممكن يجيك اختياري. قبل ما الطبيب يأخذ موافقة المريض على العملية لازم يقول له المعلومات الآتية، يقول عنها عناصر الموافقة الواعية. مين اللي بياخذ موافقة المريض؟ مش حكيم القسم ولا السكرتير الطبي ولا الممرض. اللي بياخذ الموافقة الطبيب، بروح الطبيب على المريض، الطبيب العلاجي، الطبيب الجراح اللي بده يعمل العملية، بروح على المريض على السرير أو بيستدعيه وبقعد معاه في مكتبه وبتكلم له عن ايش قبل موافقته على النموذج. بده يقول التشخيص الدقيق، ايش تشخيص المرض اللي عنده، طبيعة الإجراء الهدف منه ايش، طبيعة العملية بالمنظار ولا فتح، الهدف منها ايش، المخاطر والنتائج المترتبة على العملية. لازم يقول له نعمل بتعمل اذا يعني العملية ممكن يصير عندك كذا ويصير عندك التهاب في الجرح، يبقى المخاطر والنتائج المترتبة على العملية، تقييم احتمالية تحقق الأضرار والأهداف المرجوة، نسبة المضاعفات قديش، نسبة تجاهل العملية، نسبة فشل العملية، أي بدائل أخرى مقبول المعالجة مع المعلومات الواضحة. والله العملية وممكن إذا كان بدكش عملية تأخذ علاج أو تركب حزام أو إلى آخره، يبقى أي بدائل أخرى مقبولة المعالجة مع المعلومات الواضحة. سلوك وتقدم المرض مستقبل في حالة عدم المعالجة، لو ما عملش العملية إيش حيصير معاه؟ الطبيب يحكي للمريض لو ما عملش العملية إيش حيصير معاه؟ هذه الأشياء 1 2 3 4 5 6، الأشياء هذه الست حاجات لازم الطبيب يشرحهم للمريض قبل ما يأخذ موافقته على إيش؟ على الكونسنت فورم. اسمها عناصر الموافقة الواعية، صفحة 44 دير بالك عليها. صفحة 45 الأهلية، إيش معنى الأهلية؟ بنقول هذا أهل لتحمل المسؤولية، هذا واعي، هذا ما شاء الله عليه ناضج، عقله كبير. إيش معنى الأهلية؟ الأهلية أول حاجة بلوغ السن القانوني، مشان نقول والله هذا أهل لتحمل المسؤولية أو غير أهل لتحمل المسؤولية. أربع حاجات تكتبن عندك بلوغ السن القانوني. 2 يعرف ما يضره وما ينفعه. 3 له القدرة على الصنع واتخاذ القرار. 4 مراعاة أو العاطفية والمنطقية،
يعني مراعاة مشاعر الناس والرأي العام، اللي هو ايش؟ يعني تميز بالإمباثي والسمبثي، أربع حاجات بنقول والله إيه هذا إذا كان الإنسان يعني تمتع فيهم: السن، بيعرف بيضره اللي بينفعه، قدرة على اتخاذ القرار، يتحكم في مشاعره أو عنده اللي هو العاطفية والمنطقية، بنقول عنه إيش؟ والله هذا تميز بالأهلية. يبقى الأطفال غير أهل، يبقى الناس الأطفال اللي أقل من 18 سنة بنقول عنه هذا إيش؟ غير أهل لتحمل المسؤولية. الناس اللي عندهم إعاقة عقلية غير أهل لتحمل المسؤولية، اللي ما مغيب اللي عنده غيبوبة غير أهل لتحمل المسؤولية. هذه الحالات اللي بكون الإنسان لا تمتع بالأهلية لازم يكون في واحد تاني ينوب عنه في اتخاذ القرار، وبالتالي اللي بوقع على إجراء العملية الجراحية مين؟ قلنا الطبيب المعالج بيشرح للمريض إيش العملية وظروفها وطبيعتها تحت اللي هو بند على الموافقة الواعية وبخذ توقيعه. هذا إذا كان المريض بالغ راشد عاقل، لكن إذا كان الطفل، إذا كان المريض طفل بده يأخذ موافقة ولي الأمر. إذا كان الامتحان بيجي يأخذ موافقة من ولي الأمر. إذا كان اللي هو المريض مش دار عن حاله بعد من إعاقة نفسية وعقلية، مرض نفسي، موافقة مين؟ ولي الأمر. إذا كان المريض مغيب في غيبوبة، موافقة ولي إيش الأمر. ومن هو ولي الأمر؟ ولي الأمر الأب أولا ثم الأب ثانيا. وإذا كان الأب والأم مش موجودين، الأخ الأكبر هو ولي الأمر، وإذا كان ملوش حدا القانون هو ولي أمر. الخصوصية، الخصوصية ايش معنى الخصوصية؟ الشيء الخاص بك اللي بتحب ما حدش يعرف عنه، او انت بينك وبين نفسك، او هذا يعني عادي من عاداتك، او شيء من ظروف حياتك. هذا ايش؟ امر خاص تحبش الاخرين يعرفوه، الاخرين اللي هو العموم الناس. يبقى الخصوصية تعتبر من اساسات تقديم الخير للرعاية الصحية. تفحص مريض، طلع على ملف مريض، هذا ايش؟ امر ايش؟ خاص بالمريض. لان الفحص الطبي والعلاج يستلزمان درجه من العلاقه التي تسمح لمقدم الخدمات الصحيه الوصول لجسم المريض، وبشكل لا يسمح له به الوصول حتى لاقارب الناس، يعني ممنوع حد يطلع عليه حتى اقاربه الا باذن المريض. كمان السيره المرضيه زي ما حكيت فيها معلومات خاصه تتعلق بحياه الشخص وسلوكه تستدعي الحفاظ على سريته. يبقى اذا كشف الانسان اي سر من اسرار المريض او اي معلومه من معلومات السجل الطبي يعتبر اختراق السريه والخصوصيه. في عندك قواعد الاخلاق المهنيه، قواعد الاخلاق المهنيه: كل ما يسمع الطبيب او الممرض يجب الاحتفاظ به وعدم نشره او الحديث فيه. وفي للمهن الطبي دليل الاخلاقيه يجب الالتزام به من جميع العملية. يبقى كل اللي يسمع الطبيب او الممرض عن المريض لازم يحتفظ فيه، او بعرف عن المريض لازم يحتفظ فيه وما ينشروش. وفي القانون اللي هو الطبي التشريعي الميديكال ليجال ماتر عند اعدائنا عند اليهود في دوله الاحتلال دوله الكيان، كل انسان بيفشي سر مريضه بشكل مقصود يسجن لمده 6 شهور. فالطبيب او الممرض ممنوع يكشف سر او اي مريض او معلومه عن اي مريض خاصه به والشخص غير معنى. يجب ان يؤمن الطبيب للمريض، يؤمن الطبيب، يجب ان يؤمن الطبيب للمريض اقل ما يمكن من الالم، وان يبذل اقصى ما في وسعه للحفاظ على حياه المريض. يبقى الطبيب لازم يعني يجتهد ويعمل ما بوسعه للتخفيف من معاناه المريض والحفاظ على حياته. المعامله الحسنه: يجب على صاحب المهنه ان يعامل المريض بكامل الاهتمام المعروف، العداله، الاهتمام بتوزيع مصادر الصحه النادره، وانك تكون انت منصف وعادل في تقديم الخدمه الصحيه، وتقييم من الذي يستحق هذا العلاج، او الانصاف والمساواه. هذا ايش؟ من اخلاقيات المهن، المهن الطبيه، الكرامه للمريض، كرامه المريض ومعالجته، الحق في الصدق والامانه، لا يجوز ان يضع الطبيب مصلحه الماديه فوق مصلحه المريض. البحث السريري: الهدف هنا لا يخلو البحث اي بحث علمي بيتم عمله، لا يقتصر على المعالجة والتشخيص فقط، لكن بتعدل على معلومات
يمكن الاستفادة منها لمصلحة مرضى آخرين أو لمصلحة الناس. والبحث الصحي يعني أمر وارد، والإدارة الصحية الحديثة تهتم بالبحث العلمي في مجالات الطب والصحة المختلفة، لما لذلك من مردود إيجابي على حياة الناس من حيث اللي هو اكتساب معلومات جديدة أو اكتساب مهارة جديدة أو وضع نظام ناجح أفضل من السابق. إيش الوجه السلبي للبحث العلمي؟ اللي هو تضارب في الولاء بين هدف البحث وعمل التشخيص والمعالجة، وهل لابد من الموازنة بين قيمة المعرفة التي يمكن اكتسابها والخطر الذي يتعرض له المريض الخاضع للبحث. وهذا الوجه السلبي للبحث العلمي يتجسد في اللي هو التجارب، بسموه experimental research، البحث المبني على تجربة. نيجي على سبيل المثال نقول بدنا نعطي مجموعتين، نقسم الناس أو مجموعة من الأشخاص كبار السن اللي فوق 60 سنة لمجموعتين، واحد نعطيه مجموعة نعطيها أسبرين بيبي أسبرين، ومع مجموعة ما نعطيهاش بيبي أسبرين، ونشوف قديش نسبة حدوث الجلطات القلبية والدماغية في كلتا المجموعتين. هذا تمام، لكن واجب سلبي للبحث العلمي. يبقى المجموعة اللي بيعطيها أسبرين وممكن أسبرين يكون له أثر سلبي على المعدة، والمجموعة الثانية بدي أحرمها من الأسبرين ومعطيها أي دواء بلاسيبو ويمكن يصير عنده جلطات من قلة استخدام الأسبرين. يبقى في وجه سلبي للبحث العلمي أحيانا اللي هو في بروز تضارب في الولاء بين هدف البحث العلمي وعملية التشخيص والمعالجة، وهذا لازم نوازن بين قيمة المعرفة والخطر الذي يتعرض له المريض الخاضع للبحث. قانون أخلاقيات المستشفى في صفحة 46، هذا أنت بتقراه لحالك لأنه قبل هيك يفترض تكون تطرقت له في الإدارة، وممكن تكون أنت مسائل فيه، لكن قبل هيك تم التطرق له فأنا بكتفي بالحديث في هذا الشابتر. لعند صفحة 44، صفحة 45 46، بكتفي في الشابتر لحد صفحة 46، ومن صفحة 46 من عند قانون، من عند قانونيات، من عند قانون أخلاقيات المستشفى، الكود أوف إثكس، أخلاقيات المستشفى العادة لرعاية المرضى وصحة المجتمع. بتقرأ أنت بنفسك سهل، وقبل هيك أنت أخذت اللي هو الإثكس وممكن تقرأ لوحدك. أنا المطلوب منها شرحت لعند صفحة 46، أنت مطالب عند صفحة 46، وبعد هيك لنهاية الشابتر ممكن تسأل فيه. المحاضرة الجاية حتكون في الفصل السادس اللي هي صفحة 49 أو 50، صفحة 50 اللي هو التخطيط لخدمات وبرامج المستشفى. فاكتفي هذا في هذا بهذا القدر في الفصل الخامس. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.